اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وين ما كنتم، ومرحبا ومسهلا بكم في حلقة جديدة ويوم جديد من حلقة من حلقات برنامجكم فيض ضحك. أكيد أصبح على زميلتي العزيزة شوق. صباح الورد يا شوق. يسعد لي صباحك، صباح الجميل مشاعل، ومشاهدينا صباحكم أجمل وين ما كنتم تتابعونا. ودائما نقول طالما أن القادم في يد الله أكيد تفائلوا به، وكون طبعا دائما هو أجمل، ودائما تفائلوا بالخير، تجدوا صباحكم إن شاء الله دائما مليء بالسعادة والتفاؤل والأمل وصباح الأخبار الإيجابية بإذن الله. وأيضا نتمنى إحنا مع بداية هذا الصباح أيضا تكون هناك أخبار إيجابية فيما يتعلق ببورصة قطر. فننتقل مباشرة من استوديو برنامج في الضحى إلى زميلنا مروان أبو شنب، وفي الجلسة الثانية لهذا اليوم ولهذا الأسبوع. فأسعد الله صباحك بكل خير. أسعد الله صباح الزميلات شوق ومشاعل بكل خير، وأنتم أيضا مشاهدي الكرام. كل الأخبار إيجابية من البورصة القطرية. بالأمس آخر الإغلاقات لبورصة قطر، والتي وصلت إلى أعلى مستويات تسجلها البورصة في أكثر من شهرين ونصف الشهر. مؤشر بورصة قطر الذي تجاوز مستويات 8750 نقطة. لاحظنا بالأمس الارتفاع الذي شمل حوالي 40 شركة في البورصة القطرية، والانخفاضات التي اقتصرت فقط على حوالي 5 شركات. هذه الأنباء تأتي قبيل طبعا الإعلان على النتائج المالية للشركات. بدأت إذن الشركات تعلن عن مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية، والتي سيتم الإعلان فيها عن النتائج المالية لها خلال فترة العام 2017 وخلال فترة العام الربع الرابع من العام 2017. وموضوع أيضا الأهم هو موضوع التوزيعات. تتحرك البورصة القطرية في هذه الأيام، وربما تستمر هذه التداعيات ارتفاع أسعار النفط القياسية بالتأثير بشكل مباشر على أداء البورصة القطرية، باعتبار أنه الاقتصاد القطري أكبر المستفيدين على صعيد منطقة الخليج من الارتفاعات القياسية التي تسجلها أسعار النفط، والتي وصلت كما نعلم في آخر إغلاقاتها إلى مستويات فاقت 68 دولار ونصف الدولار. هذه الارتفاعات التي لم تشهدها أسعار النفط منذ 3 سنوات. واليوم تقرير أيضا دولي يتحدث عن توقعات بوصول أسعار النفط إلى مستويات 80 دولار للبرميل خلال العام 2018. أنباء بالضرورة تؤثر في الاقتصاد القطري، في موازنة الاقتصاد القطري، في العجز البسيط المسجل في الموازنة، الذي سيتحول بالتأكيد إلى فائض في نهاية العام 2018. إذن لا تأثير على سير المشاريع القطرية في ضوء كل المعطيات الإيجابية للوضع الاقتصاد العالمي وأسعار النفط تحديدا. اليوم التنبؤات تشير، يعني إذا ما تابعنا النتائج الربعية للشركات عن فترة الربع الثالث من العام، وهو التوقيت الحصار، كانت طبعا النتائج فاجأتنا في الربع الثالث في بعض القطاعات، ليس جميع القطاعات. ولكن اليوم الحديث هنا في البورصة القطرية عن نتائج بالتأكيد ستكون جيدة لأغلب الشركات عن نهاية العام 2017، باعتبار أن الربع الثالث وهو الذي جاء في خضم وفي بدايات الحصار الجائر على قطر. لكن اليوم يعني مع خروج قطر من التفكير في هذا الحصار ومن تداعياته ومن أيضا
طرحها لبناء ذاتها تحديدا، يعني كلها أمور أثرت وستؤثر في أداء الشركات القطرية التي بنت استراتيجية جديدة بدءا من النصف الثاني من العام 2017. كلمة الفصل ستكون طبعا في التوزيعات أكثر من الأرباح، يعني الشركات ستحقق أرباح هذا أمر مفروغ منه، ولكن لربما موضوع الأرباح هو الذي يحسم الاتجاهات بالنسبة للمستثمرين، يعني في دخولهم على شركة معينة وخروجهم من شركة أخرى. نبدأ بأخبار الشركات اليوم. الشركة العامة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 7 يناير 2018 على الموازنة التقديرية للسنوات 2018-2019 و2020. كذلك المجموعة للرعاية الطبية أعلنت بأنه اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقرر يوم الأحد الموافق 7/1/2018 قد تم تأجيله إلى يوم الأربعاء 10/1/2018 في نفس المكان والزمان، وذلك لعدم توافر النصاب القانوني للاجتماع. اليوم أيضا شركة أعمال المدرجة في بورصة قطر أعلنت عن توقيع شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل ابن سينا الطبية اتفاقية استيراد مع شركة سيناجن إلاج للأدوية، وهي شركة قائمة باشرت أعمالها في تركيا في العام 2016، وتتضمن هذه الاتفاقية استيراد العديد من الأدوية الهامة إلى دولة قطر. دعونا ننتقل إلى قبل الانتقال طبعا أو نتابع أبرز الأحداث في جلسة آخر جلسات المؤشر العام لبورصة قطر، والذي كما ذكرنا أنه الارتفاعات التي سجلها والتي اخترقت 8750 نقطة ارتفاعات معتبرة، ارتفاعات هي الأعلى من أكثر من شهرين ونصف وحتى 3 شهور، مع وصول المؤشر العام إلى نسبة ارتفاع بحوالي 1.5%. الحديث اليوم أنه المؤشر إذا استطاع الوصول إلى المستويات 8000، إذا واصل 8800 نقطة فالطريق سيكون مفتوح أمامه إلى مستويات 9000 نقطة. طبعا لا شك أن المؤشر يعني كما هي العادة في نهاية العام هناك انتقالة كبيرة ستحصل في المؤشر العام قياسا بالأحداث، موسم الحصاد بالنسبة لبورصة قطر مع نهاية العام، والتغييرات هذه التي نشهدها هي تغييرات اعتيادية نشهدها من ارتفاعات، طبعا نتحدث عن ربما وصول إلى أكثر من 9000 نقطة. حجم التداول يصل في جلسة الأمس إلى أيضا مستويات ممتازة، 8 مليون سهم مع قيم فاقت 200 مليون ريال، بعدد صفقات فاق 3567 صفقة. الشركات الأكثر ارتفاعا، وهنا طبعا نتحدث عن أنه بدأنا نشهد تغييرات حتى في اللائحة الاعتيادية للشركات الأكثر ارتفاعا ونشاطا في بورصة قطر، المناعي الذي تصدر في جلسة الأمس الشركات المرتفعة وصولا إلى مستويات اقتربت من 5%، 60 ريال 44 درهم. مصرف الريان كذلك مع ارتفاعات عند 4.3% مع 40 ريال و60 درهم. قطر وعمان للاستثمار أكثر من 8 ريالات و10 دراهم مع حوالي 4% ارتفاعات، والخليج للمخازن 50 ريال و50 ريال مع حوالي 4% ارتفاعات. بالنسبة للشركات الأكثر انخفاضا تصدرها البنك الأهلي الذي وصل إلى الحدود القصوى للانخفاضات 40 ريال، الدوحة للتأمين التي سجلت 14 ريال و50 ريال مع انخفاضات عن 3.13%، الخليج التجاري 13 ريال و60 درهم بأكثر من 2%، وقطر للتأمين 52 ريال و17 درهم مع أكثر من 1.5%. أما الشركات النشطة فهي على التوالي كانت مجموعة استثمار القابضة 865 ألف سهم تم تداولها، بروة العقارية 848 ألف سهم، مصرف الريان 665 ألف سهم، وبنك قطر الأول 652 ألف سهم. نعرج قليلا على أسعار النفط، لأنه كما ذكرنا أنه عوامل عديدة ساهمت في الارتفاعات القياسية لأسعار النفط، توترات سياسية من ناحية، تراجع المخزونات الأمريكية، انخفاض أيضا منصات التنقيب بالولايات المتحدة، جميعها عوامل ساهمت في مكاسب قوية حققها النفط خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، على الرغم من مخاوف زيادة الإنتاج. ولكن كما ذكرنا الحديث اليوم عن 80 دولار للبرميل.
نشهدها خلال العام 2018. تفتتح في هذه اللحظات مشاهدي الكرام جلسة التداول في البورصة القطرية وارتفاعها تسجل ب 12 نقطة في هذه اللحظات مع 8764 نقطة. أحجام تداول يعني من المبكر الحديث عنها، لكن الشركات المرتفعة الرعاية في الصدارة اللحظة وتسجل 76 ريال 99 درهم مع ارتفاعات تفوق 1.13%. الملاحة أيضا في صدارة الشركات المرتفعة في 55 ريال 89 درهم بحوالي 1%، كذلك ارتفاعات واستثمار القابضة التي تسجل اللحظة 6 ريالات 29 درهم بأكثر من يعني تقترب من 1%. مخازن عند 50 ريال و80 درهم مع ارتفاعات تصل إلى 16%. مستثمرين 37 ريال هي خامس الشركات من ناحية الارتفاعات وتصل إلى حوالي 0.5%. بالنسبة للشركات المنخفضة شركتين فقط، مسعيد عند 13 ريال و61 درهم. بالأمس كان هناك تقرير كما ذكر، يعني التقرير الذي تحدث عن أنه النمو طبعا النمو في الاقتصادات العالمية المتوقع خلال أن يسجل في خلال عام 2018 ونمو الطلب على الصادرات قطر النفطية والمشتقات البتروكيماوية وشركة مسعيد وشركات أخرى كصناعات قطر، الشركات العاملة في القطاع الصناعي تحديدا والتي كما نعلم تأثرت بضعف الطلب العالمي على صادراتها ومنتجاتها نظرا لضعف الاقتصاد العالمي الذي مر طبعا فيه خلال العام 2016 و2017. الصورة تكاد تكون أكثر يعني اطمئنانا خلال العام 2018، دللت عليها تلك الأداء الجيد في والقياسي في مؤشرات الأسهم العالمية في وول ستريت، في أسواق آسيا الرئيسية، في أسواق أوروبا. التقارير التي تتحدث عن نمو الاقتصاد العالمي، نمو عالمي بالضرورة سيكون هناك طلب وانتعاش في القطاع الصناعي تحديدا على مستوى القارة الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات والمشتقات البترولية والصناعات البتروكيماوية. أتمنى طبعا وأن الصورة تتغير في القطاع الصناعي في قطر نتيجة هذا الطلب الذي سيحصل في العام 2018. نلقاكم مرة أخرى مشاهدي الكرام إن شاء الله في 11 بتوقيت الدوحة. شكرا لكم، نعود إلى الزميلات في برنامج في الضحى. إليكم. يعطيك العافية زميلنا مروان أبو شنب، وشكرا لك وكل التوفيق أكيد إن شاء الله في برنامج اليوم في بعد برنامج في الضحى مباشرة في الساعة 11 على طبعا تلفزيون قطر وجلسة الأعمال. وأكيد مشاهدينا كل المهتمين ببورصة قطر يمكنكم المتابعة وتشوفون كافة التفاصيل فيما يتعلق بجلسة اليوم. وأكيد نأخذكم مشاهدينا لأجمل المناظر في دوحتنا الحبيبة. لبيه يا أمي قطار، والله رب البرية مرخصين العمار. يا الغالية يا قطار، كلك طري وقطرية مرخصين العمار. I'm
اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. مشاهدينا حين أخذكم في جولة مع صحفنا المحلية. إذن مشاهدين طبعاً في أولى أخبارنا لهذا اليوم اخترنا لكم من جريدة العرب وانتهاء حفر الجزء الغربي لنفق الصرف الصحي جنوب الدوحة. احتفلت هيئة الأشغال العامة أمس باكتمال أعمال حفر الجزء الغربي لنفق الصرف الصحي الرئيسي الخاص بمشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي طبعا تنفذه أشغال. ويشكل هذا الإنجاز اكتمال واحد من الأجزاء الرئيسية الثلاثة ليتكون منها نفق الصرف الصحي الرئيسي في مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة، واللي راح يعمل أكيد على نقل مياه الصرف الصحي عبر محطات ضخ إلى محطات المعالجة الحالية في جنوب الدوحة. وسيقوم النفق الرئيسي بسحب مياه الصرف بشكل أكثر انسيابية عن طريق عوامل الجاذبية إلى محطات المعالجة، وطبعا هو ما يؤدي إلى إلغاء نحو 20 محطة ضخ قديمة. أكيد هيئة الأشغال العامة دائما مجتهدة ودائما حريصة على أنها تقوم بكل هذه المشاريع بالوقت المحدد واللازم، فيعطيهم العافية أكيد. نعم أكيد الله يعطيهم ألف عافية. وننتقل لجريدة الراية. حمد الطبية تستضيف مؤتمر هايدلبرغ للأبحاث. تستضيف مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة هايدلبرغ الجامعي في ألمانيا فعاليات مؤتمر الدوحة هايدلبرغ للأبحاث الذي سيقام للمرة الأولى يومي 26 و27 يناير الجاري في فندق شيراتون الدوحة. يشكل هذا الحدث أول مؤتمر بحثي يعقد بالتعاون بين هاتين المؤسستين، ويجمع المؤتمر تحت سقف واحد أبرز الأطباء والباحثين والأكاديميين بهدف توفير برنامج غني بالجلسات والمحاضرات التعليمية التي تتمحور حول العام حول سرطان الجهاز الهضمي والأورام العصبية وسرطانات الدم، بالإضافة إلى مساق خاص يركز على سرطانات الأطفال والفحوصات الجينية لحديثي الولادة. طبعا الله يكافيكم الشر. يستقبل هذا المؤتمر الكوادر الطبية والباحثين المعنيين من مؤسسات مختلفة بهدف تبادل المعارف أكيد والبحث عن الفرص الجديدة للتعاون على المستويين الطبي والبحثي. ويمكن لكافة العاملين ضمن مؤسسات النظام الصحي الأكاديمي في دولة قطر أكيد والأخصائيين الرعاة للصحة في القطاع الخاص المشاركة أكيد في هذا المؤتمر. طبعا مشاعل فرصة جميلة أنهم يعطون نفس هذه الفرصة للجميع الكوادر الطبية بالمشاركة، خصوصا دائما نعرف أن العلم والطب تحديدا دائما في طفرات، واكيد دائما هو متجدد في جميع نعم في طفرات طبعا وتحديث نفس ما ذكرتي. فالحلو ان دائما يكون هناك هم مواكبين هذا التحديث اللي قاعد يصير. اما الحين مشاهدي راح ننتقل معاكم الى ثالث اخبارنا والعثور على اقدم مخطوطه قرانيه للشيخ احمد المريخي. طبعا اخترنا لكم هذا الخبر من جريده الوطن، حيث كشف باحثون قطريون النقاب عن اقدم مخطوطه قطريه للقران الكريم كتبها الشيخ احمد بن راشد المريخي رحمه الله، تعود لشهر رجب من العام 1220 هجريا ما يوافق طبعا اكتوبر في او من العام 1805 ميلادي، وهي اقدم بعام واحد من المخطوطه السابقه للشيخ المريخي، وبذلك يصل عدد مخطوطات القران الكريم اللي كتبها العلامه الشيخ احمد بن راشد المريخي الى اربع مخطوطات. واعتبر الباحثون أن المصاحف الثلاثة المكتشفة مؤخرا كنز طبعا ثمين ولا يقدر بثمن، حيث أن الدقة التي تتميز بها كتابة هذه المصاحف تدل على الشيخ أحمد كان متقنا وماهرا لفن الخط العربي، ومؤكدين أن المصاحف تمثل إضاءة ثقافية في تاريخ قطر. شيء رائع صراحة فعلا. وننتقل مشاهدينا للخبر الأخير من جريدة الشرق. باحثون من وايل كورنيل ومؤسسة حمد يفوزون بجائزة دولية رفيعة.
نال باحثون من وايل كورنيل للطب قطر ومؤسسة حمد الطبية جائزة بول دادلي وايت الدولية خلال الملتقى السنوي لجمعية القلب الأمريكية عن مشروعين بحثيين مشتركين في مجال العلاقة بين أمراض القلب والاستقلاب، وذلك عن بحوثهم في مجال العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية والاستقلاب الأيض. وخلال الملتقى الذي عقد بحضور الآلاف الموفدين طلب من الباحثين إلقاء محاضرات خلال جلسة خاصة تركزت على السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار الدكتور جاسم السويدي استشاري أول أمراض القلب في مؤسسة حمد الطبية في محاضرته التي جاءت تحت عنوان عبء السكري بين مرضي القلب في الخليج والانتشار الكبير للسكري بمنطقة الشرق الأوسط مقارنة بمعدل انتشار المرض في العالم. بهالشكل احنا انتهينا من صحفنا المحلية، ننتقل مع حضراتكم مع هذا التقرير عن أسعار السوق، أسعار الخضار بالسوق المركزي، وبنرجع لكم بعد الفاصل. كعادتها في كل نهاية أسبوع تستقبل سوق الخضروات روادها ممن اعتادوا شراء مستلزماتهم من الفواكه والخضروات خلال عطلتهم الأسبوعية. ورغم الإقبال الكبير الذي تشهده السوق في هذه الفترة، إلا أن العرض مع ذلك يبقى أكبر من الطلب، وهو ما يجب أن ينعكس على الأسعار. الخضرة والفواكه وكل شيء موجودة والسعر زين والعالم ما يحتاج قاعد يشترون. الخضار متوفر بفضل الله، ولكن الأسعار متفاوتة، يعني في أسعار مرتفعة، في أسعار متوسطة، في أسعار يعني حسب السوق. كل اللي يطلبه متوفر الحمد لله، الفاكهة متوفرة، خضروات طازة بالذات الإنتاج قطر، الخيار، الأشياء اللي محتاجها في البيت ضروري، أطباق السلطة والأشياء اللي محتاجها كل بيت، أسعارها ممتازة جدا جدا ورخيصة. في سوق الجملة كل أنواع الفواكه والخضروات متوفرة وبكميات كبيرة، وهما كان له أثره على الأسعار، حيث بيع كيس الفلفل من فئة 6 كيلوغرامات ب15 ريالا، والملفوف 8 كيلوغرامات ب10 ريالات، والطماطم المستوردة 8 كيلوغرامات ب25 ريال، فيما وصل سعر كيس الطماطم المحلية من نفس الحجم إلى 40 ريالا، وبيع كيس الجزر 10 كيلوغرامات ب25 ريالا، والبرتقال التركي 10 كيلوغرامات ب20 ريال. وتختلف أسعار الفواكه والخضروات حسب مصدرها، إذ يعد المنتوج المحلي أقل كلفة وأخفض سعرا، خاصة مع زيادة إنتاج المزارع المحلية في فترة الشتاء. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وأسعد الله صباحكم وين ما كنتم تتابعونا. مستمرين معاكم أكيد في برنامج في الضحى، لكن راح نتكلم أكيد في فقرتنا الأولى عن المشاريع اللي كانت بدايتها منزلية وتطورت وقاعد نشوفها ما شاء الله مزدهرة. لكن قبل أن نتحدث عن هالموضوع راح ننتقل مباشرة من استوديو برنامج في الضحى إلى جامعة حمد بن خليفة مع زميلنا عمر الشمري. نقول لك أسعد الله صباحك بكل خير. صباح النور والعافية للزميلة شوق النقدي، وأيضا صباح الخير للسادة المشاهدين. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرة بنكون معاكم من جامعة حمد بن خليفة مثل ما ذكرت الزميلة شوق في مؤسسة قطر، لتسليط الضوء على أكاديمية المناظرات، حيث تقام هنا مناظرة للغة العربية. طبعا هذه المسابقة التي تقام كل سنتين بنتعرف أكثر عليها مع أخونا نزار مختار. مرحبا ومسهلا فيك أخ نزار. هلا ومرحبا بك. السلام عليكم أخوي نزار، كونك محاضر وتقيمون هذه المحاضرة كل سنتين، تكلمنا عن أهداف هذه المحاضرة والمواضيع اللي تتناولها. هي طبعا هاي الدورة دورة تأهيلية للمدربين اللي يمثلون الدول اللي تشارك في البطولة الدولية اللي قيمها المركز كل سنتين. فهاي الدورة تعطيهم مهارات التناظر اللي ينقلونها حق طلابهم عشان يقدرون يشاركون عقب في البطولة. نتناول فيها مواضيع
كثيرة، بس لأن البطولة مخصصة للفئة المدارس الثانوية فتدور المواضيع أكثر حول المواضيع اللي تهمهم نفس الفئات السنية، يعني عن القيادة بتهور، عن الوجبات الصحية، عن حتى الأوضاع الراهنة في العالم، بس في مستوى يعني يقدرون هم يتناولونه. نعم، إذن مهم جدا أن المناظرة تكون عن موضوع ملموس يعيشونه الشباب يتعايشون معه. تكلمنا عن 2015 الدورة السابقة، وتكلمنا عن حصول قطر على يعني مرتبة في هذه المناظرات، وطبعا لازم المناظرة تنعكس بصورة مباشرة في حياة المتناظر نفسه عشان يستفيد، يعني عشان يحصل الاستفادة منها، وعشان يقدر مثل ما يقولون يطبق النظري في حياته. ففي 2015 طبعا فازت قطر في المركز الأول في البطولة الدولية اللي أقيمت، كان ما بين تقريبا 47 دولة مختلفة، فالشباب ما شاء الله يعني التدريب، كثرة التدريب، وكان يعني هم الشباب معنا من المرحلة الإعدادية، يعني مستواهم أصلا عالي ما شاء الله عليهم. بعدين مثل ما تقول في هذه الفترة كانوا يبون بس أن يرفعون اسم الوطن بأي صورة، فوايد اجتهدوا ما شاء الله عليهم. طبعا الجدير بالذكر أن مركز مناظرات عضو في مؤسسة قطر من المراكز الفعالة والتي تقيم مثل هذه المسابقات في المناظرات كل سنتين. سنة 2015 فازت قطر في مراكز في هذه المناظرات، إن شاء الله هذه السنة أيضا يكون في هناك مراكز تحققها دولة قطر. تكلمنا عن المشاركات من وين والمواضيع، كونك أنت أيضا من الأشخاص المناظرين. هو طبعا الحين احنا عندنا الدول المسجلة 54 دولة من جميع أنحاء العالم، يعني انضموا لنا الحين في الفترة الأخيرة في المدارس أستراليا، ألبانيا، تايلند، سنغافورة، أمريكا وكندا طبعا، والدول والبرازيل من أمريكا الجنوبية بعد الدول، والأرجنتين الحين. المواضيع احنا في لجنة طبعا مخصصة هي لتصيغ المواضيع، والمواضيع مثل ما قلت لك لأنها بطولة دولية فلازم تمس الشباب في العالم بصورة عامة. نعم أخوي نزار، الجائزة اللي يحصل عليها أفضل مناظر أو أفضل مناظرة، إيش قيمة هذه الجائزة كجائزة عينية؟ تكلمنا عنها. هي طبعا احنا نعطي افضل 10 متحدثين بصوره فرديه وافضل 3 مراكز ياخذون كؤوس مصمم لهذه البطوله، واحيانا يكون في حق المتحدثين جوائز عينيه، جوائز يعني اذا كانت ماليه او ميداليات وكؤوس هاي الشيء. نعم، هل هذه الجائزه تعتبر من الجوائز اللي يعني ممكن الانسان يستخدمها ك يعني رفرنس، يعني انه حاصل على شيء من جامعة مثلا عالمية معترف فيها؟ معظم الجامعات العالمية، والحين بعد يعني حتى جامعات قطر، جامعة قطر والمدينة التعليمية، أكيد شهادات المشاركة في المناظرة تعتبر ريفرنس مهم جدا، يعني معظم طلابنا عندهم شهادات المشاركة قدموا فيها على الجامعات وتم قبولهم، لأن الحين الجامعة من ناحية المناظرات تعرف التكوين الفكري لهذا الشخص ومقدرته على التقديم ومقدرته على عكس رأيه وهاي الأشياء. نعم، نبي تقييم حق مشاركاتنا من قطر. تكلمنا عن عدد المشاركات وعن عدد الأشخاص تقريبا المشاركين من قطر. الحين احنا المنتخب طبعا يتم التصفية، ابتدينا ب 16 طالب ويتم تصفيتهم ان شاء الله الاربع طلاب اللي يمثلون المنتخب في كل بطولة. بالنسبة للجامعات بعد جامعة قطر فازوا ما شاء الله يعني في الجولتين الطائفات في بطولات الجامعات الدولية، فيعني التمثيل في الأربع سنين الأخيرة مشرف جدا، والاختيار يكون بين نخبة من الطلاب، لأن احنا نقيم طبعا بطولات محلية ومن خلالها نختار الطلاب اللي نصفيهم حق المنتخب الوطني اللي يمثل. نعم، هل في زيادة في عدد المشاركات من الدورة اللي راحت لهذه الدورة؟ وهل في تطلع أن يكون من ضمن هذول الطلاب اللي يشاركون في مثل هالمناظرات محاضرين في المستقبل؟ طبعا الزيادة بالنسبة للمشاركين المحليين وايد كبيرة، يعني احنا كان في المنتخب الأول بس حصلنا 3 أشخاص، الحين احنا تنافسوا الشباب صفيناهم ال 15 ما شاء الله، وأوريد عندنا محمد اللخن واحد من طلبتنا ومن الفرق اللي شاركوا قبل، هو الحين محاضر يقدم دورات بعد يعني تابعة للمركز في المناظرة، وهو محاضر في جامعة قطر ما شاء الله تبارك الله. أيضا ودنا نعرف إذا ممكن أن يكون من ضمن هؤلاء الطلبة المشاركين يعني لجان ممكن نشوفهم بالمستقبل، احنا ودنا يعني أيضا يكون في يعني مثل هالمبادرات تبرز دور للطالب القطري أو الأشخاص اللي يتخرجون من الجامعات القطرية ونشوفهم بمحافل دولية، حكام، محاضرين، مناظرين. تكلمنا عن هالمسألة.
الحين احنا طبعا في البطولات، احنا البطولة الدولية باللغة العربية اكثر شيء يقيمها المركز باعتبار المبادر الاول في المناظرات باللغة العربية، بس بعد في الدورات اللي تقوم الحين مثلا في الكويت في الدول المجاورة كلها البطولات اللي تصير ياخذون محكمين من قطر، يعني مثل ما قلت لك مثل محمد اللخن في عندنا الحين الشباب السادة وربعة كلهم ما شاء الله قاعدين يمثلون قطر كمحكمين دوليين في البطولات الدولية، وقاعدين نعد احنا يعني كل الطلاب اللي تخرجوا عندنا اصبحوا محكمين وقاعدين نعدهم كمحكمين دوليين بعد حق البطولات الخارجية. أستاذ نزار، كيف يتم الإعلان عن هذه المناظرات والفترة اللي يتم الإعلان عنها ما قبل المناظرات، هل هي فترة كافية بالفعل أن الشخص يسجل فيها؟ كيف تتواصلون مع الجمهور؟ والله احنا بالنسبه لاختيار الطلاب اللي مشاركين احنا نخبرهم من بدايه العام الدراسي خلال اللي احنا نسوي بطولات طبعا محليه دوريه كل شهرين نسوي بطوله حقت مدارس، فنعلن من بدايه العام الدراسي ان في منتخب العنابي وان الطلاب اللي بيشاركون بيتم اختيارهم وتدريبهم وتصفيتهم وكذا، فيكون في فتره تحضيريه، بس ما شاء الله لان العدد صار وايد زياده صرنا نبتدي من الاول التصفيات، يعني احنا الحين البطوله بتكون شهر 4 بس اوريدي قمنا بالتصفيات الاوليه وبدينا يعني مع تدريب الشباب اللي اخترناهم. مثل هذه البطولات اللي ممكن يعني في أشخاص ما سمعوا عنها، إيش الشروط اللي تستوجب مشاركتهم فيها؟ والله بالنسبة للمناظرة احنا نفضل ان الشخص يكون ناظر بصورة سابقة، بس في الأساس احنا شرطنا الوحيد الرغبة، كل المركز يقوم بتأهيل الطالب ويعطيه كل المهارات، يعني بالاحتكاك بعد مع البطولات المحلية والبطولات الدولية المستوى يرتفع، فأول شيء رغبة الطلاب نفسهم في انه يشاركون، هاي بالنسبة لل وانه يكون طبعا في الفئة السنية المناسبة، يعني اذا كان طالب ثانوي او اذا كان طالب جامعة على حسب نوعية البطولة نفسها. نعم والله احنا عندنا حقيقة في قطر كثير من المبادرات مش فقط على صعيد مؤسسة قطر، على أصعدة كثيرة حقيقة مشاهدينا، وهذه قد تكون إحدى المبادرات حقيقة اللي حنا يعني ننصح أيضا المشاهد إنه يعني ما يفرط في مثل هذه الفرص ويشارك اللي يحس إنه عنده رغبة. نبي منك نصيحة أخوي نزار. والله المناظرة تفتح عقل الإنسان بصورة كاملة وتخليه يعني أكثر قدرة على التطور، والشباب يعني احنا عندنا الشباب يخافون او في مش خوف يعني في مثل خجل من موضوع ان التحدث امام الجمهور، بس المناظره تقوي فيك اشياء وايد في هذه الفتره من الزمان، المجتمع محتاج لها والدوله محتاج لها، فانصح كل الشباب انه يجربون وياخذون المهارات اللي تناسبهم من المناظرات ويفيدون يستفيدون فيها. والله وحنا شبابنا قد الهقوه واكيد يسمعوننا الان وان شاء الله انهم يستفيدون مثل هالمبادرات اللي تنطلق. السؤال خطر في بالي اخوي نزار، هل ممكن استخدام مثل هالمناظرات في يعني أبحاث جامعية أو تقديمها كبحث جامعي؟ طبعا هي المناظرة ثلاث فئات مهمة جدا، فئة البحث وهي أكثر شيء يستفيدون منها الطلاب، المناظرة تعلمك على شلون تبحث بالطريقة الصحيحة، والشيء الثاني الأسلوب النقاشي نفسه اللي يبين المع والضد يقوي بحوثات الطلاب، فيستخدمونها مش بس في البحوثات، في إن كيف البحث يكون متطور أكثر من البحوثات الثانية، وطريقة تقديم البحث بعد الطريقة الجدلية اللي تقنع المتلقي نفسه إذا كان دكتور أو في الجامعة أو شيء. نعم. فوايد وايد يستفيدون منها. نعم. تذكرنا في طريقة التواصل معاكم في مركز مناظرات. احنا اول شيء مثل ما يعني موجودين في كلية حمد بن خليفة، وعندنا الموقع في الانستغرام في سناب شات، في وعندنا بعد موقع مركز مناظرات قطر اللي هو قطردبيت.com. عن طريق الموقع يعني اي حد يدش عليه بتحصل كل طرق التواصل وكل الفعاليات اللي نقيمها احنا كمركز ان شاء الله. نعم اذا هذه دعوة لكل طلبتنا وايضا لمن يلتمس في نفسه الرغبة انه يشارك في مثل هذه المناظرات تقام في جامعة حمد بن خليفة، يقيمها مركز مناظرات عضو في مؤسسة قطر، لا يترددون ابدا بالتواصل مع هذه الجهه. نشكرهم على هذه المبادره الطيبه ونتمنى المشاركين القطريين كل التوفيق في هذه البطوله ان شاء الله. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا لك الاستاذ نزار وتمنياتنا لك بالتوفيق. شكرا الله يحييك. شكرا الله يحييك. اذا مشاهدينا كنا في نقل مباشر معكم من جامعه حمد بن خليفه في مؤسسه قطر، واطلعنا على المسابقه التي تنطلق هنا، طبعا مسابقه المناظرات التي تقيم مركز مناظرات. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ونرجع للزملاء في استوديو برنامج في الضحى. يعطيك العافية زميلنا عمر الشمري، أكيد شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم على هذه المعلومات، ونتمنى طبعا الجميع التوفيق لجميع المشاركين. أما الحين مشاهدينا طبعا لما نتكلم احنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، نقدر نقول لاقت التجارة الإلكترونية المنزلية بشكل عام انتشار ملحوظ على مستوى المجتمع القطري. اليوم معنا في الاستوديو كابتن الطيران حسن إبراهيم، وهو الحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وأيضا صاحب فكرة مشروع نحن واللي أسسه
مجموعة من الهواة القطريين جمعتهم الموهبة، الشغف والطموح، وأكيد طبعا بدايتهم كانت من المنزل، ومع العمل المستمر انتقلوا وطوروا الهواية إلى عالم الأعمال والتجارة عشان يأسسون مقهى ومطعم نحن منذ ما يقارب تقريبا 3 سنوات، ويعتبر أول مقهى قطري يعرض جميع المأكولات القطرية بطريقة مبتكرة وعصرية. حياك الله معنا، ونقول لك الحمد لله على السلامة. سمعنا أنت توك واصل من المطار. والله اليوم الصبح، اليوم الصبح الحمد لله على السلامة، ويعطيك العافية. الله يعافيكم. صباح الخير وحياك الله في برنامجنا. الله يحييكم. كابتن، تحب أقول لك كابتن ولا شيف؟ طباخ. طيار، وتوك جاي من رحلتك الفجر، كنت تسوق طيارة. صحيح. وبعدين في المطبخ هاوي طبخ، قول لنا عن هالخلطة الحلوة. بشكل عام بحياتي وحتى بشخصيتي ما أحب الروتين أو القيود، فأحسن مكان الواحد يفرغ فيه الطاقة اللي عنده هو يا في الجو يا في المطبخ. فأنت في الاثنين. فحلو، احنا نقدر نقول يعني كانت البداية ان انت اوريدي كانت اصلا موهبة، خلينا نقول عندك، وانت شيء تحب تسوي دائما نفس ما ذكرت، يعني يا بالجو او في المطبخ. فالبداية كانت تقريبا 3 سنوات. صح. كانت فكرة، ونفس ما عرفنا انه هو اصلا كان مشروع تخرج. صحيح. مشروع تخرج ان انت شلون تستغل مواقع التواصل الاجتماعي بانك انت اليوم تنجح، خلينا نقول مشروع معين، وانت بالفعل يعني قدرت تسوي هذا الشيء وقدرت حتى تنفذ مشروع التخرج. البدايه تقريبا كانت أربعة اعضاء. احنا كنا اكثر من 4، بس اللي صفينا عليهم 4 هم المؤسسين الحقيقيين لنحن. كنا بدينا من البيت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، اللي تقريبا في يد كل شخص الحين موجود. صح. يعني وصارت هي الاقرب لتوصيل المنتج للمستهلك يعني. فحبينا، كانت الفكره ان شلون نطور التجاره المنزليه، ندخلهم عالم البزنس، عالم الاعمال بشكل احتراف، بشكل يستمرون فيه، لان في النهايه التجاره المنزليه في وقت معين ولازم يوقفون، يعني الطاقه الاستيعابيه البيت ما تتحمل، وفي النهايه هو بيت. صح. يعني لازم يكون في خصوصيه شوي يعني. فكان شوي شلون ان نقدر نمشي بخطه ثابته، بخطط مدروسه، ان نطلع للسوق نستفيد بالموارد المتاحه. في النهايه اللي في البيت هو عنده موارد معينه متاحه، لان اللي عنده ما راح يبدا من البيت، بيبدا على طول. صح. فلا، شلون نستغل كل شيء متاح حتى لو كان بسيط، انه بحيث ان اللي عنده حلم يقدر يتمسك فيه وانه يطوره يعني. كابتن حسن، اللي معاك في نفس المجال يعني بعد مجال الطيران، ولا كل واحد مجال مختلف؟ لا، كل واحد في مجال. يعني أمينة هي مهندسة اتصالات وقاعد تحضر ماجستير حاليا. أنا تابعها ترى في السناب، تحية لأمينة. هي مديرة الحلويات عندنا. أم تميم هي ربة منزل، طبعا هي أعظم مهنة عندها مهنة الأم. وهي متخصصة في المطبخ الحجازي، خصوصا أن هي وارثة الموضوع هاي أبا عن جد يعني. فحلو، نقدر نقول يعني تخصصات مختلفة، لكن جمعتكم نفس ما ذكرنا الشغف. صحيح. الهواية، أحب أن أنتم تقدمون يمكن حتى فكرة للمجتمع. اليوم لما نتكلم إحنا عن الأكلات القطرية، إحنا أنا أكيد واثقة أن أنتم مش فقط التوجه لأنه فقط حق الشعب القطري، أنتم اليوم الهدف أبعد من كذي، أنتم حابين توصلوا المطبخ القطري حتى عالميا. صحيح. وكانت لكم أيضا زيارات ورحتوا ودربتوا العديد من هاي، فحدثنا أكثر عن هالموضوع. واحدة مثل ما تفضلتي، واحدة من أهم أهدافنا أن نبرز الأكل القطري بأفضل صورة. إحنا كان عندنا مشكلة طول الفترة، خلينا نقول مشكلة، خاص تعودنا على شيء مسمى الأكل الشعبي أو المطبخ الشعبي. نعم. إحنا كقطريين نعرف شو المطبخ الشعبي، لكن الأجانب السياح برا حتى لما تقول شو، ما يعرفوا شو الأكل الشعبي. لو نقيس نقارن مثلا بين مطبخنا والمطبخ الصيني، الصين من آلاف السنوات يعني، بس عمرك ما تسمعين كلمة المطبخ الصيني أو المطبخ الشعبي الصيني، لا، المطبخ الصيني خاص معروف. صح. فحبينا نبرز هوية حق مطبخنا، حق أكلنا. أكلنا بسيط وميزته أنه بسيط، بدون عقد، بدون ما نصنع. كان هدفنا أو فئة المستهدفة عندنا الأجانب السياح. تعاوننا مع أحد الجهات الرسمية الحكومية في قطر أن نطلع لك القطري، نحاول نحقق أهدافنا أن نطلع العالمية برا. تعاقدنا معاهم بحيث أن ندرب الطبابيخ والشيفس لكل فنادق قطر في دول أوروبا، تقريبا 6 دول أوروبية، 15 مدينة، 15 فندق، أكثر من 30 شيف. فالحمد لله قدرنا نوصل منيو، قدرنا نوصل المطبخ القطري مثل ما إحنا ناكله في بيوتنا بشكل حلو لطيف ويستسيغونه يعني. بس أنتوا غيرتوا عليه يعني، تقريبا تحطون عليه ناتشز، تحطون عليه مبلغ. انت قاعد تعاملين مع ناس يعني، خلينا نقول لك الاجانب مثلا يعني، عندنا في اطباق معينه
احنا نعرف ان طعمه حلو، شكلها متعودين على شكلها، لكن الاجنبي مثلا مو متعود على الشكل، فلازم شوي نفس الياهل، الياهل لازم تجذبينه بحيث انه يستسيغ الاكل. فنفس الشيء كان معاهم، يعني في اطباق ما كانت صعبه ان نقدر نسوق لها، مثل عندك المشبوس والمشخول، هي قريبه من البرياني، قريبه من المطبخ الهندي نوعا ما يعني، فكان الوضع سهل. لكن في اطباق مثل الباليط عندك، مثل الهريس مثلا، خبيص شغلات هذه لا، كان محتاجه شوي تسوي لنا خلينا نقول تويست خفيف. شو تحطون عليه مثلا؟ لا عاد هاي سر المهنه. هو الطعم نفسه، الطعم ما يتغير، بس هو الشغل كان كله بالبرزنتيشن، طريقه التقديم. حتى احنا كنا نقول للطبابيخ هناك والشيفس، احنا جايين مو جايين نعلمكم، احنا جايين نتشارك معاكم ثقافتنا. نعم. والمطبخ القطري نعرفكم بالثقافه القطريه عن طريق الاكل، بنعطيكم الوصفه، بنعلمكم نشتغل معاكم، وانت تعرضونها بتصوركم انتو. في طلب عليها؟ طبعا، يعني الحمد لله احنا ما كنا متوقعين حتى، يعني خصوصا في فرنسا في سويسرا كان اقبال، والاقبال كان اكثر من الاجانب، من الاوروبيين يعني اكثر من الاجانب. ما هو دائما، لان دائما احنا مثلا لما نروح، حتى لما نسافر برا، دائما احنا متعودين نروح المطابخ، دائما اصلا ندور المطابخ الخليجيه وين، لان هي يمكن تكون الواحد دائما يشتاق لها ويحن. صح. فمثلا احنا يمكن نقول اذا نطلع برا، حتى مثلا نشوف خلينا نقول مثلا المطبخ الهندي على سبيل المثال او المطبخ التركي، دائما نحصل اقبال عليه من قبل الاجانب. فانا اتوقع حتى لو كان هناك مطبخ قطري او مطبخ خليجي راح يكون الاقبال دبل ودبل، لان الناس دائما تحب تجرب. وحلو بعد الفكره اللي انتم سويتوها، ان انتم لما تروحون البلدان الاخرى تراعون ان انت ثقافه البلد، الاكل للبلد، فانت شلون قاعد تقربه بطريقه ان تخليه يحب ويجرب، يكون في هناك ان عنده القدره انه هو يجرب هذا الاكل، لكن انت نفس ما ذكرت تسوي تويست خفيف يعني. صح. هو واحده من المواقف اللي صارت لنا، كنا في سويسرا، كان تقريبا اخر يوم خلاص يعني خلصنا معاهم، وخلنا نقول بس قاعدين بس نراجع الشغلات خفيفه يعني. وكان في المطعم نفسه وفي الفندق كان عندهم مناسبه فيها تقريبا اكثر من 80 شخص، كلهم اجانب سويسريين يعني اجانب، وهي كانت مثل حفل لم الشمل، كان ايامها بالجامعة مع بعض شيء كذي يعني. فقلنا حق الشيف، قلنا تدري شلون، ايش رايك احنا نساعدك ونطبخ معاك وبنحط بس بننزل اكلنا قطري، خلينا نجيب بس يعني ردة فعلهم شلون. وقلنا له ان على اساس ان نختصر الوقت، ما راح تكون حق كل شخص مثلا بننزل له صحن، يعني خلاص احنا بننزل مثلا صحون كبيره يعني حق كل طاوله. شنو طبختوا؟ كان مشبوس، كان مشخول، كان بلاليط. ايه وبرد عندهم اكيد بيطبون فيه طبعا. والله يوم حطيناه كان يعني رحنا وشرحنا لهم شو الاكل يعني، فهم حبوا الفكره، حبوا اول شيء حبوا الطعم يعني، حتى ريحه الابزار، احنا كنا ماخذين ابزارنا معانا بهارات يعني. البهارات نفسها. وحبوا فكره ان الشيرنج، ان في صحن كبير يعني، واحد منهم قال انا بجيب عيالي كل اسبوع في المطعم بس عشان اعلمهم القيم مالت المشاركه. صدق فعلا احنا مناكل يعني، هم عندهم فقط اكل، هو صار في بالضبط يعني، هم عندهم يعني. في سويسرا واحده من الثقافات اللي عرفناها انهم ما يتشاركون في صحن. صحيح. واحد، فيوم حطينا لهم ان شاء الله قال لي يعني هاي شيء غريب بالنسبه لهم يعني. باليد عد ولا بالقفشه؟ والله كان بكفاش كله. لا ما يقدرون ما وصلنا المرحله صعبه للحين. ابناء بروحكم تروحون تدربونهم عشان يمسكونه. لا بس ما شاء الله انا حبيت ان الفكره ان انتم بنفسكم، انتم كبدايه مشروع انتم اللي كنتم تطبخون. صحيح. كنتم حريصين ان انتم اللي تسوون الاكل، انتم اللي قاعد تبتكرون، انتم اللي قاعد تبدعون في هذا المجال، ان حتى ما استعنتوا باحد، من خبراتكم انتم شكلتوا الفريق. صح. وابتديتوا. هو لان شوفي في النهايه الطبخ او الفكره بشكل عام بالنسبه لنا مو بزنس كثر ما هو شغف، شيء احنا نحب نسويه. واحسن واحد يمثل يعني، واحنا عندنا هدف وعندنا رساله يعني، احسن شخص بيمثل الرساله هو صاحب الفكره. صحيح. يعني. اكيد. صحيح. صح اكيد. واحنا يمكن شفنا يعني ما شاء الله، قلنا خلال تقريبا 3 سنوات اليوم قاعد نسمع نحن صار عندكم اسم يعني، صاروا الناس يعرفون شنو كمطعم نحن، صاروا الناس يروحون يتعنون عشان يجربون وياكلون من اكلكم، سواء كانوا قطريين او حتى مو بقطريين يعني. فبشكل عام انتم نفس ما ذكرنا بديتوا كانت عباره عن مشروع، هو البزنس كان في البيت، تطور هذا الشيء وصولا الى ان انتم فتحتوا مطعم. صح. فشلون نتكلم عن هذه المرحله؟ احنا سمعنا بعتوا السيارات، صارت اشياء كثيره. صحيح. احنا شوف احنا يعني مرينا احنا مؤمنين بالفكره. طبعا مرينا بكثير ظروف مثل ما اي حد فينا يعني، اي حد بيدخل بزنس يمر بظروف معينه، في منها خلينا نقول دروس. في دروس تعلمناها بالطريقه الصعبه، في دروس تعلمناها بطريقه سهله. لكن كان دائما عندنا ايمان بالفكره يعني، فوصلنا مرحله ان او اكبر درس تعلمناه ان ما حد بيدعمك الا اذا دعمت نفسك، انت ساعد نفسك بنفسك بعدين كل شيء بيجي. صح. ف
فخلاص القناع اللي وصلنا لها يعني حاولنا مع كذا مكان بس ما يعني قلنا ما راح نتم مكاننا يعني ولا راح ننطر خلاص خلنا نشتغل. ففعلا في اللي خذ في اللي تسلى فينا في اللي باع اللي باع يعني لما اسسنا او طلعنا من اطار البيت واطار المعارض لما كان عندنا مقر رسمي يعني. والحين احنا شوي قاعدين نغير التوجه نوعا ما، بدل ما نقدم الاكل احنا نطور الاكل نطور المطاعم يعني حاليا يعني قريب ان شاء الله راح نبدا ننزل دورات في تطوير المطاعم تطوير الاكل نفسه. حلو. بالاضافه للحين نسعى يعني ورا هدف ان نطلع الاكل القطري بشكل يكون حلو بشكل قريب للناس الاجنبي والقطري للكل يعني. طيب شنو طموحاتك؟ انا كنت بسالك يعني اذا الوالده راضيه عن الاكل اللي تقدمه ولا لا. شوفي امي هي مدرستي يعني انا الله يحفظها الله ان شاء الله اي شيء وصلت له وراح اوصل له ان شاء الله يعني من بعد فضل رب العالمين فضل امي وفضل دعوات امي وقفتها معي يعني بالعكس يعني ام المرجع فاذا في شيء متوهك فيه اكلم امي على طول يعني هي اللي خلتني احب المطبخ يعني حتى يوم كنت اشوفها شلون تطبخ في المطبخ وشلون بالنسبه لها كان الطبخ عباره عن مو بمجرد مكونات بحطها خاصة حواس خمس حواس تشتغل فكنت اشوفها يعني فحبيت اشغلها منها يعني. تحيه للوالده عبر برنامجنا. أكيد الله يحفظها ويحفظ جميع أمهاتنا. أكيد إحنا نوجه لهم أيضا التحية والله يخليهم لنا يا رب. يعني إحنا فعلا سعيدين جدا لما إحنا قاعد نشوف إن عندنا مواهب قطرية، يعني نقدر نقول من القصة الحين يمكن إحنا ذكرناها بشكل بسيط إن شلون كانت البداية وشنو الأشياء اللي مريتوا بيها، نقدر نقول إن هي فعلا قصة نجاح. إن الشخص دائما مشاهدينا إذا هو حاط شيء في باله يقدر يسوي، لكن لابد يكون هناك في إرادة وفي عزيمة من الشخص نفسه. صحيح. ما يتمهل ولا يوقف ولا يخلي احد يحبط، لان اكيد كان في هناك الكثير من الناس اللي كانوا يحبطونكم. صح، هو الايمان هو الشغف هاي والاراده مثل ما تفضلت يعني. فعلا يعني اكيد لو نقول كلمه اخيره حابه توجهها لجميع الشباب، خلينا نقول في ان اذا الحين مثلا الحين قاعد يشوفونا وعندهم فكره عندهم هدف لكن في تخوف انهم يقومون وفي تخوف انهم يتقدمون نحو الامام، شنو الكلمه اللي توجهها لهم؟ ايش اللي بيخسرونه؟ يعني كل واحد فينا عنده هدف عنده طموح، بس في وايد ناس واقفين مكانهم لانه بس مجرد انه قاعد يحلم، بس الحلم بدون تنفيذ بدون اراده ما راح يصير، راح يظل حلم يعني. صحيح. ففي النهايه جرب، احنا الحين حتى الوضع اللي قاعد يصير الاوضاع السياسيه قاعد تعطينا دافع ان نعتمد على نفسنا نشتغل. خلنا نترك شماعه الدعم، يعني احنا دائما نتذمر ونتحلطم ونقول الدعم الدعم الدعم، صح يعني في يمكن موجود يمكن موجود، لكن انت ابدا من نفسك حتى بالقليل يعني حاول. صحيح. فلا توقفون، لا توكلون، إذا عندكم حلم وأهم شيء إن شيء لازم تحبون الشيء اللي قاعد تسوونه، مو مجرد أنا بس بسويه عشان غيري يسويه. هاي أهم شيء. أخوي حسن الإبراهيم طبعاً يعطيك العافية، شكراً لك. وأيضاً إحنا نوجه التحية عن الجنود المجهولين اللي هم أصلاً معاكم مش موجودين اليوم ولا حاضرين، نوجه لهم أيضاً التحية، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شباب مبدعين وإن شاء الله دائماً تكونوا مبدعين وإن شاء الله نشوف لكم مطعم في الخارج بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله دعواتكم إن شاء الله يا رب. يعطيك العافية، شكراً لك. إذاً مشاهدينا دائماً إحنا لما نتكلم عن المشاريع القطرية نكون فعلاً سعيدين لما قاعد نشوف هذا التطور ونشوف هذا المجهود، وأيضاً لما نتكلم إحنا عن اليوم المنتج القطري أيضاً قاعد نشوفها ما شاء الله بكثرة، صار منتج منافس وقوي. يمكن احنا حتى من ضمن الأشياء والمعارض اللي شاهدناها آخر شيء شفنا طبعا منتجات أو المحاصيل الزراعية طبعا كان متواجد ومهرجان المحاصيل متواجد فيه كتارة، شفنا كان هناك إقبال كبير ما شاء الله، كان هناك في أمور كثيرة قطرية منتجات قطرية نفتخر فيها احنا أكيد. فشايكم نروح نشوف لمحة سريعة عن المعرض وعن المهرجان وراجعين لكم إن شاء الله من بعد الفاصل. مهرجان محاصيل يوفر للزوار منصة جديدة لتعريفهم بما تتميز به مزارعنا الوطنية من منتجات غذائية متنوعة، ويشهد المهرجان إقبالا كبيرا خاصة من الزوار الأجانب الراغبين في اكتشاف خصائص وطبيعة هذه المنتجات. ما يعجبني هنا أن كل المنتجات محلية وجودة هذه المنتجات كالدجاج والخضار رائعة، كما أن سعرها مناسب وأفضل من الأسواق التجارية، والجو هنا رائع خاصة مع توفير كافة التسهيلات للأطفال. تشارك في المهرجان السنوي 22 مزرعة قطرية وست شركات وطنية في مجال الإنتاج الغذائي، وجميعهما يقترح أسعارا تنافسية وتشجيعية. منتجات جيدة جدا وأسعار ممتازة وبضاعة فاخرة جدا حقيقة يعني. أنا دائما بشتري الأسعار وبجيب الخضروات طبعا والفاكهة من المجمعات، بس هنا الأسعار أرخص كتير من برا يعني هنا بسعر الطماطم والخيار والفلفل
متوفرة بأسعار يعني أرخص كتير من برا يعني. يسعى المهرجان الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس إلى تقديم منصة تسويقية جديدة للمستهلكين، فضلاً عن الدور الفعال الذي يلعبه في تحسين مستوى الإنتاج. مرحبا ومسهلا بكم مجددا مشاهدينا. من بعد الطبخ والطيران للرياضة، ينظم الاتحاد القطري للرياضة للجميع دوري شباب قطر لغير المحترفين في نسخته الثالثة، والتي تنطلق الشهر المقبل ضمن خطة الاتحاد القطري لنشر الثقافة الرياضية لتصبح أسلوب حياة. للحديث أكثر عن دوري شباب قطر لكرة القدم، يسعدنا نستضيف الأستاذ عبدالله الدوسري مدير ملاعب الفرجان ليطلعنا على أهم الاستعدادات قبل بدء البطولة. حياك الله. الله يحييكم، صباح النور. يسعد لي صباحك أخوي، سعيدين أكيد بتواجدك معنا. نقدر نقول لو نتكلم عن الدوري ما شاء الله يمكن في السنوات السابقة في النسختين السابقين حققوا نجاح، ولهذا احنا قاعد نشوف ما شاء الله يوم عن يوم قاعد يستمر ويوم عن يوم قاعد يزيد ويتطور. يعني كانت المشاركة تقريبا الأولى يمكن 7-8 فرق، وصولا الى 17 فرقة، ونتأمل ان شاء الله يكون هذه النسخة تكون ان شاء الله الاعداد تزايد، لان فعلا من اهم الدوريات اللي احنا عندنا موجودة في قطر. فلو نعرف هذا المشاهدين اكثر اللي ما يعرفون الدوري، شنو هو الدوري؟ أهم الأهداف اللي أنتم حابين تحققونها؟ هو دوري شباب قطر لغير المحترفين. نسعى أن نحث الشباب القطري على ممارسة الرياضة لجعلها أسلوب حياة من الصغر إلى الكبر. ممارسة الرياضة بشكل عام الفردية ممكن يتخللها بعد فترة خمول أو تكاسل عن ممارسة الرياضة، لكن متى ما كانت الرياضة جماعية في أشخاص يشجعونك يتمنى يعني يتطلعون للوصول إلى هدف معين، من هذا المنطلق توصلنا لإطلاق بطولة دوري شباب قطر لغير المحترفين عشان يجتمعون الشباب يشجعون بعضهم يوصلون لهدف إحراز البطولة، ولكن الهدف هو أعلى من إحراز البطولة اللي هي جعل أسلوب الرياضة أسلوب حياة مستمر مع كل فرد يلعب في هذه البطولة. أستاذ عبد الله، الحين باب التسجيل أكيد مفتوح علشان اليوم الرياضي اللي بيكون إن شاء الله فبراير، أعتقد يوم الثلاثة في أول أسبوع من فبراير. ثاني أسبوع. أي نعم. حالياً تم فتح باب التسجيل للتسجيل في هذه البطولة، من تقريباً أسبوع فتحنا باب التسجيل، وفي تسجيل فرق حالياً، يعني في فرق سجلوا عندنا. البطولة إن شاء الله بتنطلق ثاني يوم بعد اليوم الرياضي، يعني يوم تاريخ 8 يوم الأربعاء تاريخ 14/2 بيكون انطلاقة أول يوم في هذه البطولة. البطولة طبعا بتكون يومين في الأسبوع، بيتم تحديدها مع الفرق عشان تكون في سهولة لوصولهم للملعب والأوقات تكون تناسبهم. بتكون البطولة مقامة إن شاء الله على استاد الدوحة، نفس النسختين السابقة في استاد الدوحة. حلو والله، حلو لما احنا قاعدين نشوف ان انتم قاعد تشجعون الشباب اليوم انهم يروحون ويمارسون الرياضه. يعني نقدر نقول اول شيء يكون طبعا في اليوم الرياضي يكون هناك توعيه، لان احنا نعرف يمكن دائما الدوله حريصه انها تعطي الجميع اجازه في هذا اليوم على اساس انهم يروحون ويمارسون الرياضه. صحيح. انتم ايضا تكملون هذه المسيره فيما بعد طبعا اليوم الرياضي، وتاخذون نفس هذه الانديه وهذه الدورات. صحيح. وتعطونهم للشباب. نقدر نقول تقريبا اخوي عبد الله بالنسبه حق الاشخاص من 16 وفوق. اي نعم، بالنسبه حق من 16 لفوق. احنا في النهايه اتحاد القطري الرياضه للجميع، نتبع وزارة الثقافة والرياضة، احنا مكملين لاستراتيجية وزارة الثقافة والرياضة لجعل الرياضة اسلوب حياة من الصغر الى الكبر. نعم، واحنا ايضا ما ننكر ان انتم ايضا وللإعلام عن هذا وللإعلام دور كبير في ايصال هذه الرسالة والاستراتيجية للوزارة. هذا اقل شيء. يعني احنا ايضا نقول للسادة المشاهدين ان انتم رجالا كانوا ام نساء، اطفال ام صغار. صحيح. انتم ايضا تنظمون لهم موجودين. الفعاليات والدورات اللي دائما تهمهم وتهم ان انتم الفكرة الرئيسية والرؤية طبعا من ال 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 المنظومة كاملة، أن أنتم دائما تحققون أن الرياضة تكون أسلوب حياة، أسلوب حياة وتعززونها. صحيح. طيب لو نتكلم أكثر عن بالنسبة حق، هل هناك أشياء جديدة؟ هل هناك أشياء مستحدثة بالنسبة حق هذه النسخة الثالثة؟ حاليا هي نفس النسخة السابقة، ولكن المستحدث أن نتمنى مواهب جديدة تطلع في هذه البطولة. البطولة هي بشكل عام نفس البطولة السابقة، ولكن نتمنى أعداد كبيرة تكون فيها. نتمنى الشباب
يتشجعون ويشاركون في هذه البطولة، لأن نعم. بتنفعهم أصلا هي مستقبلا متى ما تم اكتشاف مواهبهم أو أحد الأندية شافهم ممكن تسجيل عندهم في الأندية. صحيح. نفس ما حدث في البطولات السابقة في بعض اللعيبة سجلوا الآن في دوري، يعني اكتشاف المواهب يكون عندكم. صحيح، من يبي يكتشف المواهب حياه ملعب استاد الدوحة في وقت بطولة دوري شباب قطر. يعني النسختين السابقتين كانوا سيدات ورجال ولا كانوا بس سيدات؟ لا لا، البطولة السابقة البطولات كلها للرجال لحد الحين. لا هي تبي توصل نقطة. أنا بيوصل أنك أنت تدعو حق السيدات، يعني أن تقول لهم بعد إن الرياضة للجميع، بغض مش للرجال فقط، الرياضة للنساء موجودة في الاتحاد، أقمنا أكثر من فعاليات للنساء. شنو عندكم للنساء؟ عندنا للنساء في حلبة الوسيل كل ثلاثاء سياكل. من أي نعم سياكل في حلبة الوسيل متوفرة للنساء، وفي يوم مفتوح للرجال وعوائلهم يكونوا موجودين يوم الأربعاء. وعندنا بعد في فعاليات سابقة قمناها لك الملعب في صالة نادي السد، وفي فعالية المدارس لممارسة الرياضة للنساء كانت مخصصة 4 مدارس سابقا، وإن شاء الله مستقبلا بيتم في تزايد إن شاء الله. تزايد إن شاء الله. وخرا عندنا بطلة هنا بعد. الله يقويها إن شاء الله. يعطيكم العافية. لا فعلا إحنا مثلا من ضمن الفعاليات اللي ذكرتها لك الملعب، يعني كانت فعلا من الفعاليات المتميزة، خصوصا أنها كانت تجمع الجميع تحت سقف واحد وهي الرياضة، وأن الحلو مشاعل كان هناك في أقسام مختلفة للرياضة، يعني ما لو نذكرها ما راح نخلص أكيد، أنه كان في العديد من الأقسام، كانوا حتى جايبين مدربات محترفات أنهم يعلمون الأشخاص كيفية الرياضة الصحيحة اللي نقوم بها، وأيضا أهم المفاهيم اللي ترتكز على أن شلون الشخص الواحد يحافظ على الصحة ويحافظ على أن يكون هناك نمط صحي في حياته. يعني إحنا جهود أكيد تشكرون عليها. بس في نفس الوقت لا ننسى أن في مراكز شبابية متخصصة للنساء والشباب، فعلا المراكز يعني في كذا مركز مخصص للنساء كبير. نتمنى من النساء اللي تابعونا انهم يوصلون لهالمراكز لمعرفه الفعاليات والاشياء اللي يقدمونها هالمراكز. احنا يعني نقدر نقول بشكل عام استاذ عبد الله دائما دوله قطر حريصه على ان هي أكيد. تقدم الرسائل الهادفه طبعا، وايضا تقدم ان ما يتعلق بالرياضه. احنا ان شاء الله 2022 ان شاء الله يكون عندنا يعني باذن الله، وراح يكون اكيد نوعد المشاهدين راح يكون شيء جدا جميل ومتميز نفس ما تعودنا في كل البطولات اللي احنا نستضيفها. يعني نفس ما ذكرت اخوي دائما جهودكم واضحه لما نتكلم احنا عن الفرجان وعن تطويركم للحداقة ولتطويركم أيضا لهذه الملاعب، يعني احنا نشوف أن في فعلا صار طفرة كبيرة واهتمام كبير في هذا الجانب، فحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. ملاعب الفرجان تم إطلاق برنامج جديد اللي هو الحجز الإلكتروني عن طريق تطبيق نعم. وزارة الثقافة في تاريخ 14/9 السنة اللي طافت، سهل كثير لمرتادي هذه الملاعب. في السابق كانوا يلعبون في الملاعب أو يتم الحجز في الملاعب على طريق النظام الورقي في الورقة في يوصل الملعب عشان يحجز له مثلا الأسبوع الجاي، فمتعبة الطريقة لتنظيم هذه الحجوزات، لكن تم إطلاق التطبيق وزارة الثقافة والرياضة لحجز ملاعب الفرجان، سهلت كثير لمرتادي ملاعب الفرجان، سهلت طريقة حجز الملعب، سهلت تنظيمهم، سهلت معرفتهم للشروط والقوانين اللي يجب اتباعها داخل هذه الملاعب المحافظة على المنشآت. النقطة الأهم عندي إن في تطبيق ملاعب الفرجان اللي ركزنا عليه كثير إن وقت الصلاة ألغينا الحجوزات، فحلينا مشكلة كانت أمام الأهالي في هذه المنطقة إن عيالهم يلعبون وقت الصلاة أو ما حد يوقفهم، بارك الله فيكم، فتم إيقاف الحجوزات في أوقات الصلوات. المشكلة الثانية اللي كانت تواجه البعض إن مثلا انا بيتي قدام الملعب، النظام القديم كان يحجزون لمده اسبوع او اسبوعين او 3، فانا مو قادر العب عيالي اصلا في هذا الملعب. من خلال هذا التطبيق انا اتحت لاهل المنطقه والجيران الملاعب ان الاب او الام تقدر تحجز لعيالها يلعبون في الملعب ساعه كامله لوحدهم بدون دخول اشخاص غير مرغوب فيهم في وقت اللعب اللي هم حاجزينه. وفعلا هاي بعد نقطه جدا مهمه ان انت اخوي اليوم لما نتكلم عن هذا الشيء، يعني مثلا في ناس تريون من بعيد عشان مثلا بس صحيح. يلعبون مثلا يلعبون هني في هذا الملعب، فانت قاعد تسهل عليهم انه بدل ما يضيعون وقت وبدل ما قاعد يمكن حتى يهدرون مثلا نفس ما ذكرت الوقت، هم لا يقدرون فقط من خلال الحجز يجون عارفين متاكدين ان عندهم حجز عندهم ملعب يقدرون صحيح. طبعا يلعبون. طيب في دورات تقام هناك، في مثلا مباريات تقام هناك. انت قلتي نقطه بركز عليها،
أنا الحين مثلا حاليا ساكن في منطقة العزيزية وبأحجز ملعب العزيزية، ولكن اليوم الحجوزات فل ما أقدر أحجز. أنا بإمكاني من خلال هذا التطبيق أني أشوف مثلا أقرب ملعب للعزيزية وأشوف الوقت المتاح فيه، ممكن ألاقي ملعب في منطقة خارجية مثل الذخيرة أو الوكرة أو الوكير، ألاقي وقت متاح ما يمنع أني أحجز فيها وأروح الملعب دامها وقت متاح أصلا. جميل، حلو، يعني تعنا لين هناك عشان هي رياضة. هي في النهاية أنا كنت أبيك تقول هالجملة، بس هي رياضة في النهاية، التحرك من منطقة لمنطقة رياضة، وثاني شيء اختلاط مع أهل منطقة ثانية أصلا، صحيح، تعرف الأشخاص اللي هناك، هي في النهاية رياضة للجميع، يعني أشخاص ويا بعض يلعبون. نعم. أنتوا فتحتوا باب التسجيل للانضمام للبطولة، أي نعم، شلون تشوف الإقبال من الجمهور؟ الإقبال إن شاء الله جيد جدا، نتطلع الأكثر منه، لكن الباب مفتوح عندهم لين آخر وقت. يوم في البطولة، أي يعني في السنة اللي طافت مع المؤتمر الصحفي لانطلاق البطولة سجلنا فريق، احنا في النهاية نتمنى أي حد يجي يشارك لنجاح البطولة، لأنها منهم ولهم. صح، وأكيد أنتم بالنهاية نفس ما ذكرتها النقطة جدا مهمة، أن أنتم منهم ولهم، أنتم بالنهاية نفس هذه البطولات هذه الدوريات تقام من أجلهم، أساسا هم يستفيدون من هذا الشيء، وإحنا أكيد نوجه الدعوة لجميع السادة المشاهدين، هنقول الرجال بعيدا عن النساء، والنساء ليش لا النساء احنا باشياء ثانيه بالنسبه حق هذه طبعا البطوله وهذا الدوري، نقول لكم اكيد بالعكس روحوا وسجلوا، لان فعلا راح تستفيدون، وما تدرون يمكن انت او بشكل عام عندك يمكن موهبه لكن انت ما تعرف او ما تقدر هذه الموهبه. صحيح. نفس ما ذكرت نقطه وايد مهمه، ان احنا في اشخاص اليوم يروحون ويكونون متواجدين على اساس انهم يشوفون اكيد اللعيبه ويختارون من ضمنهم، وفعلا من خلال السنوات السابقه كان هناك في اشخاص. صحيح. نجحوا وراحوا تم التسجيل في فرق. نعم. اخرى مسجله تحت مظله الاتحاد القطري لكره القدم. نعم جميل، هذا أكيد شيء تشكرون عليه أيضا كجهود تفيد المجتمع وتفيد الدولة بشكل عام. طيب أخوينا نتكلم، إحنا يمكن ذكرنا بالنسبة حق باب التسجيل مفتوح وشفنا في هناك إقبال وشفنا أن في هناك فائدة، فأهم الفوائد اللي أنت اليوم لما قاعد تخرج بها شنو هي حق اللعيبة نفسهم؟ فيها في استمرارية، هاي أهم هو شيء. لازم تكون في استمرارية، مدام الشخص مش فردي هو جماعي، هو بيكون مع مجموعته، ما في واحد ويا مجموعة بيطلع المجموعة وبيخليهم يمشون، هو ويا المجموعة بيمشي وياهم بيلعب وياهم رياضة دائما، فهم ككرة قدم أو أنشطة جماعية هي تجبر الأشخاص على ممارستها بشكل منتظم، لأن معك أشخاص يشجعونك. نعم. والنقطة الأساسية فيها أنها تعود على كل فرد أصلا، فوائد صحية ونفسية وبدنية، تزيل الضغط عنك اليومي، تساعدك على بناء جسم صحي وتفكير سليم. صحيح صحيح، كل الشكر لك مدير ملاعب الفرجان أستاذ عبد الله الدوسري، كل الشكر لك، عساكم على القوة وإن شاء الله تستقطبون أكبر فئة من المشارك من المشاركات والمشاركين، بس المشاركات أكثر بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله، يعطيك العافية أخوي، وشاكرين تواجدكم، ونتمنى أكيد من جميع السادة المشاهدين هم بالعكس يلتحقون وينضمون لنفس هذه الدوريات وهذه البطولات، لأن فعلا شيء مهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا معنا تقرير من قطر فونديشن ابتكار الغد، نشوف التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل. احنا هلا عم نشارك بالاول اكاديميه للابتكار بالعالم العربي، اللي هي عم تنعمل بالتعاون مع الاكاديميه الاوروبيه للابتكار وبالتعاون مع قطر، واحد قطر للعلوم والتكنولوجيا. نحن هلا شاركنا من خلال تقديم من بالصيفيه الماضيه، نحن هلا عم نشتغل على فكره اسمها IGT Innovating Green Technology، هدفنا نحل المشاكل الموجوده بالطاقه المتجدده. بلشنا بمشكله كلنا بنعاني منها بحياتنا اليوميه، اللي هي انه كنا لما بنتحمم يا اما ما بنلاقي مي سخنه كفايه، او اذا لقينا هذه المي عم تدفع كلفه عاليه نسخنها. من هذا البروجرام عم نستفيد منه انه نطور خبراتنا ونستفيد منه لنلاقي الماركتس الجداد اللي لنا، ونلاقي الكونكشنز والبوسيبل فاندنجز اللي فينا نستفيد منهم لنطور المشروع. هذه الدورة التدريبية الأولى في الأكاديمية العربية للابتكار، كانت مشاركتنا في هذه الدورة استفدنا الكثير من التجارب والكثير من الخبرات. هذه الدورة تسعى إلى تطوير مهارات الشباب وتبني ثقافة غرس ريادة الأعمال في عقول الشباب في هذه المنطقة. فكرتنا هي عبارة عن عمل تطبيق أبليكيشن لحجز تذاكر الملاعب. الفكرة راح تحل العديد من المشاكل في الوطن العربي إن شاء الله. خلال دراسة الدكتوراه حبيت أنه أرجع أشوف الإيكو سيستم اللي موجود في الدوحة لريادة الأعمال، كانت هاي فرصة نموذجية بالنسبة لي. خلال الإجازة الشتوية
رجعت و I pitched an idea فكرة بناء مزرعة داخلية فيها تحاكي الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج عشان we provide a closed system لتوفير الغذاء. الفكرة هي global solution تخدم قطر وتخدم العالم كامل وI'm looking forward إن أطور هالفكرة هاي وأخذها لل next step يعني إن شاء الله. صباح الخير مشاهدينا من جديد وأسعد الله صباحكم وين ما كنتم متابعونا. مستمرين معكم في فقرات برنامج في الضحى وتحديدا مع بدء الاختبارات المدرسية. تنطلق صفارات الإنذار في كل بيت في كل طبعا عائلة وفي كل أسرة. يكون هناك حالة من التأهب والطوارئ يعاني بعض الطلاب من ضغوط نفسية قبل وخلال فترة الامتحانات. طبعا يمكن هذا الشيء يؤثر سلبا على أدائهم الأكاديمي. لذلك طبعا مشاهدينا رح نتحدث عن دور الأسرة والمدرسة وأفضل النصائح للتخلص من قلق الاختبارات. فمعنا سيدة آلاء اليافعي مدرب تنمية بشرية. صباح الخير وفي وقتك. الحين الأهالي والطلاب كلهم ينطرونك. صباح الخير. صباح النور. يسعد لي صباحكم إن شاء الله وصباح جميع مشاهدينا. شرفتينا أستاذة آلاء. احنا بنتكلم عن الحلول اكيد ان شاء الله بس احنا نبي نعرف شنو هو السبب اللي يخلي الطلاب يعني في حاله قلق وذعر توصل لمرحله عقد وخوف من الامتحان. شنو السبب؟ اوكي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع هو مش تفكير الطالب نفسه، تفكير المجتمع كامل اتجاه الاختبارات، تفكير الأم والأب والضغط النفسي اللي يسوونه حق الطالب، حتى بيئة المدرسة نفسها تسوي ضغط. يعني بيئة المجتمع والمدرسة والأسرة والشخص نفسه. صحيح. يعني أتوقع أصدقاء يعني بعد المدرسة والأصدقاء يعني كل من حد قريب منه يسوي له نفس ضغط نفسي هذا. أوكي. وبعدين هو شيء مو معلوم، شيء مجهول، كلنا نخاف من المجهول. صحيح. بس لا زاد عن حده وشاف انه يعني ما في اي جانب ثاني يقول له هد، اكيد يعني بيكون ضغط اكثر من اللازم، بتكون النتيجه عكسيه. صحيح. يعني احنا نقول بشكل عام يمكن طول مراحل الدراسه احنا دائما نروح يكون هناك في امتحانات ودائما الواحد يدرس ويحضر يمكن، لكن بالنسبه حق الثانويه العامه يمكن دائما الاهل يكون هناك في ضغط اكثر تجاه الطالب، الطالب نفسه يحس بتوتر وخوف لانه هي نقدر نقول مرحله تفصل من المدرسه. نعم عنق زجاجه نفس ما ذكرتي، وان الشخص يفكر انه هو شلون كان محدد مستقبله على هذه الدرجات اللي هو يدخلها وكيف انه هو طبعا هذا الشيء راح يساعده في دخول الجامعه. فدائما احنا نحصل هذا الضغط، واحنا يمكن ذكرنا في حلقات سابقه ان دائما شلون الاهل يهيئون الطالب لفتره الامتحانات، الطالب شلون هو يهيئ نفسه، لكن خلاص هالموضوع كله راح. احنا الحين في صلب الموضوع، احنا الحين نتكلم عن طلابنا اللي يمكن الحين حاليا ما في مقاعد الدراسه ويمتحنون، دائما يحتاجون للنصيحه. صحيح. دائما يحتاجون الى التفكير الصح بحل طريق الاسئله بطريقه صحيحه. انت اكيد اليوم معنا راح تقولين لنا وتقولين حق ايضا الطلاب والمشاهدين ان شنو هي الطريقه الصحيحه المفروض يتخذونها من اول ما يدخلون قاعه الاختبار. اوكي. اولا قبل الطالب ما يدخل قاعه الاختبار، قاعه الاختبار شلون؟ هل هي مهيئه للطالب انه يقدم ويكون مستعد وتكون القاعه زينه له؟ هل المدرسة حطت الأماكن تمام، علقت لوح تطمئن الطالب، إضاءة المكان كل شيء أوكي، المدرسات نفسهم بأي وجه أو المدرسين بأي وجه قاعدين يقابلونه، هل لا تخش وأنا بقعد عليكم وبشوفكم وما نقشنا ليش؟ صح.
المفروض تدش تضحك بوجههم اذا محتاجين ماي محتاجين، واعرف في مدارس تسوي هالشيء. نعم صح. انا اذا محتاجين ماي كل المدارس تقريبا، لان دائما الواحد السكر يمكن ينزل عنده فيعطونا نفس هذه الاشياء. في كلمات تشجيعيه ولا تخافوا يا طالب، انت بتقدم امتحان مو بزين تقدر تعيد. ترى ما انتهت الدنيا، الدنيا مو واقفه على هاليوم. يعني ان شاء الله انك بتيب. وليش بتيب؟ بتيب اول شيء لانك واثق المفروض. احنا بعد قاعد نشوف مع بعض مع مشاهدينا على الهواء بعض الصور او بعض الفيديوهات اللي احنا قاعد نشوفها، هاي من احد المدارس. فالا لما قاعد تشوفي نفس هذه المدارس، لما قاعد تشوفي نفس هذه الاستعدادات، يعني مثلا شفتي الركن اللي هم حاطينه حق الطلاب والطلبه، فاتوقع هذا شيء ايجابي حتى ان احنا قاعد نشوف ايضا المدرسه تهتم لنا. اوكي يضحكون يا حليلهم، مستعدين ان شاء الله. ابتدائي ابتدائي الله يحفظهم. لا لا كل واحد، شوفي بنات يعني الطلاب الابتدائي طلاب يمكن يتاثرون اكثر شيء من البيئه. صحيح الكبار. صحيح. بس طلاب الثانوي انا انصحهم اذا دشيتوا وكانت القاعه يعني شيء حلوه الحمد لله، يعني اللي قبلها اللي فيها رسومات كانت حلوه الحمد لله، ما كانت شيء، انت لازم تكون مؤمن بنفسك ويهيئ نفسه، تكون مؤمن. انت ليش اصلا تفكر انك بتجيب درجه نازله؟ ليش؟ اذا انت كنت تدرس طول الفتره وكنت يعني مسوي لك جدول، ومو مسوي لك جدول، درس بطريقه ترضي فيها نفسك اول شيء، وانت تاكد ترى الدرجات هذه مو بلمك مو بلبوك مو بالمجتمع، ترى هذه الدرجات لك انت. صح. هي بترفعك ان شاء الله بكره، وبتحدد لك مصيرك ومستقبلك الجميل ان شاء الله. صح. فتؤمن بنفسك في قدراتك وتبدا. اول ما تشوف الورقه اقرا الاسئله كلها، يعني دقيقتين لا تاخذ، مو بتقرا عشان تحل، لا لا، اقرا ان ليش شي يصير في المخ. المخ اول ما تكون يعني ادري خايف شوي، يعني شيء طبيعي، فعشان المخ يبدا يركلس تبدا تقرا، فالمخ يبدا شو يسوي؟ يجيب المعلومات. الردي المعلومات كلها محفوظة. كلها محفوظه في المخ. اي لكن المخ شو يسوي؟ يجيب المعلومات، يرجعها على شوي شوي. شوف اذا انت معصب من الحين، اقول لك معصب متوتر خايف، ايش بيصير؟ المعلومات بتوقف. صح. تنطرك لما تركلس. وحزات تصير ان الطالب اللي طلع يتذكر. يقول انا شلون ما حليت؟ يعني انت الحين ركلست، يعني يهدى ريلاكس. فشو تسوي؟ اول شيء تشوفوا قمضت عيني، انا بمثل المشهد تنميه بعد اهدى وتنفس. يعني يعدل التنفس عنده عشان يهدى. اشرب ماي، خليك مركلس، تذكر اجمل شيء عندك في الحياه، شيء تحبه، او مثلا انت متعود انك تتخيل مستقبلك باكر. انا سويتها شخصيا، سويتها وكنت اشوف نفسي في اماكن معينه انا صرتها. ما شاء الله. كنت اشوف نفسي اقول ان شاء الله انا الحين قاعده امتحن عشان ان شاء الله انجح، عشان بصير في المكان الفلان. هذه نفس كتاب ذا سيكريت. إيه هو قانون الجذب. هو مش قانون جذب بالتحديد، ترى هو تفاعل، هو تفاعل بالخير. طبعا هو دائما الشخص نقول تفاؤلوا بالخير تجده. اذا واحد هو متفائل، النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم، واذا على الصلاه والسلام، واذا الواحد عارف قدراته، ودام انت درست وسويت اللي عليك، فاكيد انت راح تقدم اقصى شيء انت ممكن تقدر عليه من خلال الورقه. يعني نفس ما ذكرت يعني استاذه علاء، نقطه جدا مهمه، ان دائما الواحد لازم يؤمن بذاته. صحيح. لان انت بالنهايه هو امتحان. صحيح. يعني اكيد انت ما راح تقصر، مش نهايه الدنيا ترى. صحيح. يعني فعلاً. حتى اذا صار اي شيء، يعني انت قول عندك في اي مشكله في حياتك، في اي يعني شيء مصيري في حياتك، قول اوكي شنو اكثر شيء بخسره؟ صح، شنو اكثر شيء بيصير؟ يعني لو عود نفسه وهو صغير يقول هذا السؤال ترى يعني امتحان. صحيح. وفكر فيه، يعني مو انا اول واحد امتحن واخر واحد، وترى مو قاعدين ينطروني عند الباب ومعاهم المسدس. بس ان شاء الله اكيد حق كل طلابنا نقول شدوا حيلكم، لازم يعني من البدايه يكون. شوفي احنا خلاص، احنا خلاص خلصنا ترى هذا الموضوع، خلاص انتهى. نصيحتي للام والاب، انتهى موضوع مراجعه. نعم. الحين في هذه الايام خلاص وقفوا، خلوا جو الاسره كنا عيد عندكم، لا تقدروا تضغطون عليهم الحين. ما في معلومه بتدش الحين قصب خاص. المعلومات كلها دشت طول السنه. صح. الحين اذا بيراجع قبلها يعني بوقت، يعني يراجع اليوم اللي قبله، مو بالليل بعد، انا ما انصح يراجع الليل.
الليل خلاص إيراكليس يقعد مع أهله، سوالف حلوة، ياكل عدل، يقعد حتى إذا عنده الجوال خلو يقعد على الجوال شوي عن خاطره، خصوصا يعني ثانوي يسالف مع ربعة، خلي يسالف مع ربعة تطلعون. بس في مشكلة، الله حلوة بعد، بس في مشكلة خلينا نقولها أمانة. يعني مثلا احنا مثلا كطلاب لما كنا، او حتى مثلا الحين انا اشوف مثلا اختي كطالبه، يعني احيانا مثلا لما يقعدون على الجوال في نقطه مهمه اللي هي مثلا يصير الطلاب والطالبات مثلا لما يتكلمون على الجروبات مثلا تقول لك انا مثلا انا مو فاهمه ولا انا مو عارفه، هذه الرسائل نقطة السلبيه نقطه مهمه. لا شوفوا، لا تتناقش مع اصدقائك ولا مع اهلك عن الدراسه، خلاص كأنك خلصت الامتحان. انت حتى الام والاب لا تقعد ها درست خلاص، هو درس، ترى كلمة درست ما راح تدخل معلومات، إنه بالنهاية نفس ما ذكرتي، وهاي مو بصندوق، يعني المخ ترى مو بصندوق تعبيه تعبيه تعبيه. ولا مراجعة أخيرة أستاذة أنا؟ مراجعة أخيرة صارت من 20 إلى 15، يعني من قبلها ب20-15 يوم المفروض يكون الطالب خلاص انتهى من المراجعة. نعم. بعدها يبدأ يراجع على شوي شوي على رواقه، يعني ما يضغط نفسه بليلة الامتحان خلاص معاد يرقد من وقت. أنا ويتريق، هذا نصائح ما قبل الامتحان. أي يتريق الصبح لقام، قبلها يرقد بوقت بدون ضغوط، بدون ضغوط يا أم وأب، بدون ضغوط خلوا يرقد على راحته، يقعد سالفه معاه كلمه. نحن حاطين نصائح للطلاب، يعني نفس ما ذكرتي هاي أهم شيء، إن الواحد ياخذ قسط كافية من النوم، لأن في عندنا طلاب وطالبات يروحون حتى واصلين. لا 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 غلط كلش، ليش؟ إن المخ ترى ما بيجيب لكم المعلومات. أنا غلطت من قبل هذه الغلطة وتعلمت منها. يوم رحت الامتحان بس كنت في إعدادي، يعني يوم بس يوم شفت ورقة الامتحان قلت والله العظيم أنا درسته، بس المعلومة وين راحت؟ راحت في السحر المعلومة. صح. إيه تبين المعلومة تثبت، ارقدي قبلها، كلي أكل صحي، لا تكثرون بوجبة الليل، لأن الأكل يعني الدسم خمول الواحد. صح، خمول يكون. إنزين، وبالنسبة حق لما واحد مثلاً عنده ورقة الاختبار، في دائماً هناك في الأسئلة الصعبة والأسئلة السهلة، الأفضل يبتدي بالأسئلة السهلة. الأفضل يبدأ بالأجوبة اللي يعرفها، واللي ما يعرفها يخليها، بس أول ما يذكر معلومة حتى لو يشوفها مو عادية، يعني حق السؤال يرجع يرجع يكتبها بسرعة على جنب، يعني يكتبها عند السؤال عشان يذكرها بس. لأن هذه المعلومة البسيطة بتطرش لك كل بتقول حق المعلومات الباقي تعالوا. صح. فبتي المعلومات عشان ما يخافون، لأن دائما مثلا سبحان الله، يعني دائما الواحد البداية مثلا إذا كان السؤال صعب يقول هالسؤال صعب عشان بيكون الامتحان، ويبتدي لا اقرأ كل الأسئلة. أيه. عشان أنا أقول لكم اقرأ كل الأسئلة، خذوا يعني دقيقتين اقرأ كل الأسئلة، بتشوف ليش أنت لا قرأت إيش بيصير، بتكون أول شيء خايف مثل ما تفضلتي، عقب بتقعد تشوف بتقول لا هاي السؤال أنا دارسه هذا. صح. السؤال فش بيصير في المخ شوي. المخ بيرد المعلومات ونفسك بترتاح وبتاخذ راحتك، وبعدها حل على طول الأسئلة اللي تعرفها عشان ما يضيع وقت، عشان ما تضيع الوقت. وتشوف ما عليك من حولك سلموا الأوراق غشة، والله ما عليك منهم، انت ركز بالإجابة. وبالنسبة حق الزمن، تقسيم الزمن وايد مهم، يعني احنا مثلا نعرف حاليا يمكن طلابنا وطالباتنا تقريبا ثانوية ساعتين ونص، وانت تعرفين مثلا هم اختبار يبون يراجعون يبون يحلون، فشلون على تقسيم الزمن؟ شو الطريقة الأفضل؟ أو أحسن طريقتين، أول دقيقتين تبدأ فيها قراية سريعة، تحل الأسئلة السهلة، ترجع للأسئلة الصعبة، تحط المعلومات، ترجع للأسئلة الصعبة، حلو، تركز تكتب اللي تعرفه، لا تحط إجابتين متضادتين وتقول المصحح بيختار، المصحح ما يختار. صح. اقتنع المصحح يختار الإجابة الصحيحة. اللي يتعب المصحح. إيه. ورقتك مو بلازم تكون خريطة، ورقتك واضحة سهلة، حتى مخك لا تشوف لو ورقة نظيفة. صحيح. يقدر. تشخبط بعد وايد مو بزين. أوكي. إيه التشخبط إيش بيسوي؟ مخك بيتبه يعني. بيتعب المصحح، بيتعب نفسك وما بيكون مرتاح نفسيا هو أصلا يصحح لك. صح. فخلي ورقتك سهلة لك أنت وسهلة للمصحح عقبك، اختار إجابة واحدة، مش لا تكتب الإجابة يعني 100 سطر، اكتب الإجابة اللي أنت مقتنع فيها، حتى إذا كانت مش بالضبط نفس المنهج بس اللي أنت فاهمه، اللي أنت فاهمه كتبته، صدقني بتطلع الإجابة صحيحة إن شاء الله. ليش؟ لأنها جات من فكرك مع يعني الفكرة، نعم. الفكرة الصحيحة مع فكرتك أنت بطريقتك أنت، وأهم شيء المضمون فعلا. مضمونها صحيح
بس بعضهم يعني لا بكتب نفس الإجابة ولا بتطلع غلط، لا ما راح إن شاء الله تطلع غلط، إذا أنت استوفيت كل المعلومة في يعني في الإجابة إن شاء الله بتكون صح. نعم. ولا تقعد تراجع 70,000 مرة. ليش قاعد تراجع؟ عاد هالمراجعة والله أحياناً الطلاب وطالباتي لما تراجع خلاص، أنا دائماً مثلاً عندي يقين إن إذا حطيت الشيء أول مرة معناته أكيد يعني هو صحيح. أنا دائماً مثلاً أنا واحدة من الناس صراحة دائماً تصدني هالحركة، لما أروح أراجع أغير الإجابة، أنا خاصة أكون بالبداية حاطتها بعدين يصير في حالة شك. حل واحد لازم يراجع ولازم يدقق، مراجع مرة واحدة إيه لازم يدقق فعلاً، لأن أحيانا مثلا واحد ينسى شيء يتذكر شيء يكتب شيء، لكن دائما مثلا في الاختيار يصح الغلط أتخربط وأرجع أحط مثلا إجابة غلط وتطلع غلط والأولى حطتها صح، هاي وايد مشكلة تصير مع الكل أتوقع. شوفي تراجع أنا معك صحيح، أو بعض الأحيان مو بدائما تصير هذه إن تكون الإجابة صح أو العكس. أوكي لا والله من كثرة الدراسة الواحد يصير يخبط. لا هي مو من كثرة الدراسة، هي من كثرة التوتر الواحد يلخبط. يعني أنت راجع مو لأنك شاك أنك غلطان، لا أنت راجع تشوف هل نسيت سؤال، هل جاتك معلومة إضافية، هل عشان هالشيء أنت قاعد تراجع. مو بإجاباتي غلط، لا ليش إجاباتك غلط؟ أكيد إجاباتك دام حطيتها معناتها صح. وبعدين صح وغلط والاختيار هذه مو واحد اثنين ثلاث أربع صح، مو بكيفك، لا الإجابة مو بكي، الإجابة افهمها مو بعمو أبو كاش وعد لين هدا، هذا غلط هذا غلط يعني إنه اختياري، لا ترى ركز بتعرف الإجابة بعدين افهم طريقة السؤال، يعني لا تجد تقرأ السؤال، السؤال وايد مهمة، علل علل مو بعلل نعم لا علل، لازم أوجد السبب أوجد السبب. لا أو فعلا هذه نقطة وايد مهمة من التوتر مساكين. لا أو يعني أحيانا إحنا مثلا خلينا نقول مثلا في مناهجنا مثلا دائما يعطونا مثلا الأسئلة السابقة اللي يعطوك شلون مثلا يدربون كيفية الامتحان راح يكون، مثلا تحصلين السؤال موجود على طول، مثلا أول ما يقرون بداية السؤال خلاص يحطون الإجابة ما يكملون نهاية السؤال. هذه فعلا هذه بعد نقطة مهمة. أنا مع إنك تقرأ الأسئلة وتشوف شو المطلوب من كل سؤال. نعم. وتفهم السؤال، يعني الفهم ترى هو نص الإجابة. طبعاً. صحيح. هالشيء وايد المفروض يركزون عليه. فأكيد إحنا نتمنى أيضاً من جميع مشاهدينا سواء كانوا أهالي أو طلاب إنهم يأخذون هذه النصائح في عين الاعتبار، خصوصاً إحنا صرنا في وقت الجد، إحنا صرنا في وقت الامتحانات وبدايتها، فلابد إن اليوم أي طالب أو طالبة دا يدخلون الامتحان وقاعة الامتحان كل شيء كل الضغوط كل هاي يخلونها ورا ويدخلون بثقة بنفسية حلوة ودائما توكلوا على الله، لأن دائما في التوكل طبعاً. سبحان الله يعني واحد أول شيء لهموم لازم يسمونه يقرون الدعاء للهموم فعلا هاي أهم أول شيء يقرأ الدعاء. أحلى شيء في مدارسنا في جميع مدارسنا الحمد لله دائما يحطون على الطاولة أوراق الأدعية سواء في حالة دخول الامتحان خروج الامتحان حتى لو واحد توترت من الامتحان خلاص لا بالعكس لا لازم يعني أنت تطبقي الحين أنا خلاص تخرجنا خلاص أستاذة تخرجنا بس بعد إحنا ندعو طلابنا وطالباتنا أكيد إنهم إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق من رب العالمين وأكيد كان المفروض الدراسة من قبل مثل ما قالت أستاذة ألاء إن خلاص الحين وقت الامتحان انتهت وقت المراجعة هي مراجعة سريعة وعطتنا الخطوات الصحيحة اللي لازم كل طالب وطالبة إنهم يأخذونها بعين الاعتبار وإن شاء الله كل التوفيق لكم أستاذة ألاء اليافعي مدربة تنمية بشرية كل الشكر لك يعني أثريتي فقرتنا إثراء حسن وإن شاء الله يكونون استفادوا من هالفقرة إن شاء الله والله يوفق الجميع يعطيك العافية أكيد إحنا أيضا مرة أخرى نقول حق جميع طلابنا طالباتنا توكلوا على الله وادعوا لنا في الدعاء دائما بركة. فإذا مشاهدينا طبعا من خلال هذه الفقرة الأخيرة نتمنى أنكم فعلا استمتعتوا في حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أنكم استفدتوا وأيضا طلابنا وطالباتنا. قل وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اللي ما شاف الحلقة يقدر أكيد يتابعها على المواقع اللي ظهر أسفل الشاشة www.qtv.qa. إلى اللقاء.